مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. هنتكلم فيه النهارده عن أهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لمواليد برج الثور لعام 2024، مش 2023 بالغلط. وهنقول إيه هي أهم البشارات لبرج التورس اللي عندهم خبر سعيد جدا جدا، هو إن هما بيبتدوا العام الجديد والمشتري كوكب الحظوظ السعيدة أو جوبيتر موجود في برجهم. فخلونا نتكلم بالتفاصيل عن إيه هي أهم البشارات وأهم الأخبار السعيدة وأهم الأخبار الحلوة اللي هنقولها لمواليد برج الثور. قبل ما ابتدي في الفيديو قولوا لي بتابعوني من مدينة إيه ومن بلد إيه، ولو بتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو، ولو بتابعوني من بره مصر بيستعملوا لاف للفيديو. قولوا لي أخبار الطقس عندكم إيه يا جماعة. النهاردة يوم 8 ديسمبر بس الجو تلج في مصر، تلج يعني. طيب برج التورس، اول حاجه عايزين نقول ان برج التور يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، اول بشاره خير لمواليد برج التور، انتوا رقم واحد في الابراج الاكثر حظا، انتوا البرج الاكثر حظا وملك من ملوك الابراج في عام 2024. زي ما احنا قلنا ان في عام 2023 المفروض برج التور كامل الابراج اللي حظها كويس، بس 2024 انت حظك اجمل واعمق وافضل بكتير جدا من 2023. فهو عام السعاده، عام الانقلابات، عام التغييرات، عام المفاجآت، لان اورانوس كوكب المفاجآت وكوكب السربرايزز موجود في برجك يا برج الثور. هنقول برضو عام التمرد، عام اللي انت تتمرد على اي حاجه مش عاجباك، ان انت تقول لا 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 لا. هو عام ممكن نقول عام السعاده برضو، عام المال، وخاصه نص السنه الثاني. طيب هنقسم السنه زيك زي كل الابراج الى قسمين، القسم الاولاني اللي هو من اول السنه لحد يوم 25 مايو اللي هم اول 5 شهور، اللي المشتري او جوبيتر هيكون موجود في بيتك انت، في بيت سعدك، في بيت حظك انت يا برج الثور. بعد كده المشتري هيعلن انتقاله الى برج الجوزاء، وده اللي يعتبر بيت المال، بيت الفلوس بتاعتك يا برج الثور. استنوا يا جماعه ما انا علي بتاع ده. قولوا لي بقى بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وقولوا لي بتحبوا نتكلم عن ابراج ايه في عام 2024، وقولوا لي بالنسبه لكم عام 2023 كان عام ايه. يعني كل واحد يقول لي كده، يعني يوصف لي عام 2023 بالنسبه له يا برج الثور في كلمه او كلمتين. يعني انا بالنسبه لي ما كانش سهل خالص، عام 2023 كان عام صعب، يعني ربنا ان شاء الله يعني يخرجنا منه كده على خير ان شاء الله باذن الله. طيب فانا شايفه ان انت من اكتر الابراج المحظوظه، فعايزاكم تدخلوا كده السنه وانتوا عندكم طاقه تفاؤل، طاقه كده يلا ليتس جو، يلا نبتدي. فماذا بقى ينتظر برج الثور؟ قلنا هنقسم السنه لقسمين، القسم الاولاني من اول السنه لحد يوم 25 مايو، وفي الفتره دي المشتري موجود في بيت حظك انت، فانت من اكتر الابراج المحظوظه اول 5 شهور، ولازم تشتغل على الخمس شهور دول تستغلهم الى اقصى درجه، عندكم فرص عاطفيه كويسه جدا، عندكم فرص ارتباط، عندكم فرص ترقيه، علو شان، مكافاه، خروج من مازق، امنيه بتتحقق لك، يعني ديفنتلي بنسبه 99.9 ان شاء الله باذن الله عندكم امنيه كنتوا بتتبنوها، عندكم هدف كان نفسك فيه يا برج الثور، حاجه كان بتسعى ليها، فعندك امنيه هتتحقق، شيء كنت بتتمناه، حاجه كان نفسك فيها، فهي عام تحقيق الامنيات يا برج الثور. طيب من يوم 26 بقى لحد اخر السنه المشتري هيتنقل لبرج الجوزاء، وده بيت المال عندك. يعني السنه دي هي سنه ثراء بالنسبه لبرج الثور، خاصه النص الثاني، سنه بيع وشراء، سنه غنى، هتبقى من الاغنياء، من الاثرياء، من اصحاب الاموال والاموال والاملاك والحسابات البنكيه، خد وهات ودولارات وذهب يا برج الثور. وانا بقول لكم اهو ان السنه دي هتحققوا ارباح، هتحققوا فلوس، جاي لكم فلوس حلوه جدا جدا، هيبقى عندك مصاري، هو عامل مصاري وعامل فلوس وعامل الغناء الفاحش يا برج الثور، يعني وعامل مشاريع، يعني هتقدر تعمل مشروع يا برج الثور، يبقى انت ملك من ملوك الحظ، خاصة في النصف الأولاني، لأن المشتري كوكب الحظوظ السعيدة بيدعمك، بيزقك، بيديك حظوظ، وهيستمر لحد يوم 25، من يوم 26 هيتنقل لبرج الجوزاء، كمان شايفة المريخ من يوم 4 يناير بيدعمك في برج الجدي، يعني أنت بالنسبة لك شهر يناير يعتبر شهر جيد جدا، شهر مظبوط، شهر حلو جدا. كمان اورانوس موجود في برجك انت يا برج الثور، فعندك مثلث بيدعمك المشتري واورانوس والمريخ، فعندك فتره حلوه جدا جدا يا برج الجدي. يبقى انت زي ما قلت
عندك امنيه هتتحقق، هدف هيتحقق، حاجه نفسك فيها وكنت بتشتغل عليها وكان نفسك تحققها، هتقدر باذن الله الواحد الاحد القهار ان انت تحققه يا برج التورس. قولوا لي يا تورس بتتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه، والحجز استشاره خاصه او قراءه خاصه او جلسه جذب شريك الحياه بليز تبعتوا على الايميل one of my team هيرد عليكم. يا جماعه طريقه الدفع بتكون عن طريق ويسترن يونيون او عن طريق حساب بنكي بالدولار، لان الفيز بتبقى من بره مصر بالدولارز، بس مصر بس هي اللي بتبقى بالجنيه. طيب المشتري يا جماعه بيتنقل للبرج كل 12 سنه يعني، فبعد 12 سنه المشتري موجود عندك اوريدي بقى له 6 شهور بس كان متراجع اخر في اواخر 2023، فهيبدا عندك السنه متقدم. يبقى احنا من يعني انت النص الاولاني الحظوظ عندك رائعه، النص الثاني الاموال والفلوس وهتبقى ملك من ملوك الاموال، وبرج الثور من اكتر الابراج المحظوظه في المال والمهنه، لان لما المال يبقى حلو يبقى المهنه حلوه يبقى الشغل حلو يا برج الثور. فانت من اثرياء او من الهاي اغنياء واثرياء عام 2024، من اكتر الابراج اللي عندكم ثراء. طيب انا كمان شايفه ان انت لازم تستغل السنه دي خاصه اول جزء الاولاني اجتماعيا، يعني اي علاقات هتبنيها واي علاقات هتتبني خاصه في اول 5 شهور هي علاقات هتكون مثمره بالنسبه لك، علاقات ممتده، علاقات هتبني على اسس صحيحه، فاشتغل على العلاقات اللي هتدخلها يا برج الثور خاصه اول 5 شهور. اوكي كمان شايفه عندكم شهره، انتشار، شعبيه، عندكم ارتباطات، لقاءات عاطفيه، بس احذر من علاقه عاطفيه تبقى من حب من طرف واحد، او ممكن تقابل شخص انت تحبه او تعجب بيه بس هو ممكن ما يبدلكش نفس الشعور للاسف يا برج الثور. شايف عندكم عزومات، عندكم خروجات، عندكم فسح، عندك بتاخد مناصب، بتترقى، عندك كمان ارتباط، شهره. فانا شايفه ان انت النص الاولاني لازم تشتغل على قدم وساق، لان الحظوظ بتدعمك، عندك طاقه حلوه قوي قوي، فدايما لما يكون في وقت عندك طاقه وعندك حظ اشتغل، دو يور بيست، ما تنامش، اي حاجه نفسك فيها اشتغل عليها، مشروع عايز تنجح فيه دو يور بيست، ابتدي خد الخطوه الاولى حاول. فانا ذس از ماي بوينت اوف فيو يا برج التو. طيب يبقى احنا هنسميها يبقى سنه الانقلابات، سنه التغييرات، سنه التمرد، سنه السعد، سنه المال، سنه العلاقات، سنه الاجتماعيه، سنه المشاريع، سنه التمرد، هي سنه مؤثره جدا جدا في حياتك يا برج التور، فانت لازم تشتغل عليها ولازم تستغلها الى اقصى درجه. في حد بيقول لي مال وشك طالع لي يا جماعه حساسيه، يعني ثانك يو يعني فور اسكينج، بس حساسيه بجد ما اعرفش اكلت ايه ولا ايه اللي حصل، وشي متحسس، ده كده هديت، ده انا من شويه كنت يعني حاجه خطيره يعني. حد يقول الاسود يليق بيكي، بجد ده انا عايزه اقول لكم ان انا حاسه ان وشي مدور قوي في الاسود، كان وشي تخنان كده، ما اعرفش، حاسه ان وشي تخن قوي في تخنان قوي قوي كمان في الفيديو يعني. طيب يبقى المشتري موجود في طيب انا شايفه عندكم اي مشروع عايز تشتغل عليه او اي بدايه مشروع او اي بدايه جديده اشتغلها، اشتغل عليها اول 5 شهور في السنه. علاقات بقى، عايز تبتدي علاقه، عايز مشروع جديد، عايز شغل جديد، اي بدايه جديده حلوه جدا جدا اول 5 شهور. طيب برضو من 26 برضو لو احنا نقول مشتري بيت المال عندك، فلازم تحذره يا برج الثور من المصاريف الزياده، يا بيت المال يا اما فلوس حلوه جدا جدا جايه لك، يا اما تبذير شويه، يعني خلي بالكم ما تصرفوش فلوسكم في حاجات ملهاش لازمه، ركزوا جدا جدا في طاقه صرف المال، يعني رتبوا اولوياتكم كده في صرف الفلوس، بلاش تصرفوا حاجات ملهاش لازمه يا برج الثور. طيب افضل شهورك طبعا طبعا انا بشوف الشهور البروميسنج جدا بالنسبه لك شهر يناير، شهر يناير شهر قوي جدا جدا بالنسبه لكم، وشهر فيه حركه بيع وشراء حلوه جدا، او استثمارات حلوه جدا، او فلوس بتدخل حياتك يا برج الثور، او عندك ثقه في نفسك، انا شايفه عندك مثلث ترابي رائع بيدعمك، وعندك علاقات حلوه، وعندك طاقه حلوه ونشاطات وواثق في نفسك، فشهر يناير من الاشهر القويه جدا جدا بالنسبه لكم. كمان شهر مارس لان الشمس موجوده فيه في برج الحوت، وده برج الحوت برج صديق ليك، فشهر مارس هو شهر العلاقات العاطفيه وشهر الحب بالنسبه لك، وشهر الدخول في اجتماعيا عندك شهره، عندكم استمتاع بحياتكم كده، فرح، سعاده، انطلاقه. كمان شايفه ان شهر ماي وده شهر ميلادك لازم طبعا يكون من افضل الشهور، من اكتر الشهور السبورتيف ليك. شهر سبتمبر كمان شهر قوي جدا جدا بالنسبه لكم يا برج الثور. اما الشهور التي يجب ان تحذر منها طبعا شهر نوفمبر، لان من 22 اكتوبر ل 22 نوفمبر، لان الفتره دي الشمس تكون موجوده في وشك، في مواجهتك في الدائره الفلكيه في برج
العقرب في شهر يعني شهر نوفمبر يعتبر من الشهور الصعبه بالنسبه لك. ديسمبر نوت جود نوت باد، يعني حلو نص نص، حلو ووحش في نفس الوقت. شهر اغسطس هو من الشهور اللي لازم تحذر منها وتخلي بالكم كويس جدا جدا. شهر اغسطس من الشهور الصعبه او من الشهور اللي لازم تخلي بالك فيها من على علاقاتك، ويعني خلي بالك يعني فتره مش سهله بالنسبه لكم. شهر ابريل برده من الشهور اللي لازم تحذر فيها وتخلي بالك منها كويس جدا جدا. شهر فبراير برده النص الثاني ليس بالافضل حال، يبقى النص الثاني من فبراير لازم تخلي بالك كويس قوي قوي مهنيا او ماليا او عاطفيا. كمان النص الثاني من شهر يونيو برضو من الشهور الصعبة بالنسبة لكم جدا يا برج التورس. طيب انا شايفة عائليا هو سنة عائلية حلوة جدا او سنة اجتماعية رائعة بالنسبة لكم. يعني انا شايفة ان كوكب زحل بيدعمكم اجتماعيا، بيدعمكم في علاقاتك، بيخلي عندك نضج كده، بيخلي عندك علاقات سوية، بيخليك تفلتر علاقاتك. على فكرة كل الناس بتخاف من كوكب زحل لان كوكب زحل هو المعلم الصارم، الا ان هو في برج الحوت طول السنة في موقع داعم ليك بيدعمك، موقع بيديلك فرص اجتماعية كويسة جدا جدا، بيديلك نضج، بيديلك علاقات جديدة، صداقات جديدة، بتعمل صحاب حلوة، علاقات بناءة، علاقات قوية، علاقات بتدعمك في حياتك، وبيبقى ليك دور مهم جدا جدا في هذه العلاقات يا برج التورس. فأنا شايفة ان هي سنة اجتماعية وسنة عائلية قوية جدا وسنة قوية حلوة جدا جدا. كمان نبتون بالنسبة لك وزحل بيدي لك القدرة على بدء مشروعات جديدة، بدء اعمال جديدة، تدخل في شراكات جديدة، هيخلي عندك القدرة، عندك خبرات، عندك اكسبيرينس، بتستفيد من الخبرات السابقة بالنسبة لك. وكمان كوكب نبتون بيدي لك روحانيات عالية، يعني انت من الابراج اللي كده كده اصلا برج التور من الابراج اللي روحانياتها قوية، الا ان بيدي لك قدرة على صنع القرارات الهامة وقدرة يعني روحانياتك عالية، عندك بصيرة قوية جدا جدا يا برج التورس. اوكي بلوتو بس اللي ممكن يرخم عليك في فترة معاكساته، قلنا في فترات معاكسة لكوكب بلوتو، دي بقى الفترات اللي لازم تخلي بالك منها يا برج التورس، خاصة في اوقات معاكسته، خاصة العشرية الاولى من برج التورس، هما دولت اكتر ابراج تخلي بالهم من معاكسة كوكب بلوتو. في الصحة شايفة ان صحتك حلوة، بس عايزاكوا تنظموا مثلا نومكوا، تناموا بدري، تصحوا بدري، بلاش تبذل مجهود اوفر، خلي بالك مثلا نظم وقت نومك، نظم حياتك، قضي وقت كويس، كله اكل صحي. مش عارف حد مزعج قوي، قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر اعملوا لايك للفيديو، ولو بتتابعوني من بره مصر اعملوا لايك للفيديو، واعملوا شير كتير كتير لاي حد محتاج يسمع الفيديوهات دي. خلي بالك برضو صحيا من، يبقى خلي بالك من الارهاق، من التعب، من قله النوم، من الارق، من التفكير الزياده، اوفر ثينكينج. انت اصلا اوفر ثينكر يا برج القوس يا برج التور. بصوا دايما لما اجي اعمل تور او قوس اتلخبط، يا برج التور اوفر ثينكينج مش في مصلحتك خالص، والستريس بتاع الشغل. يعني اعمل لايف ورك بالانس ما بين حياتك الشخصيه وما بين حياتك العاطفيه وما بين شغلك، فبلاش تبذل مجهود زياده في شغلك، بلاش تضيع وقتك في الشغل او مثلا ارهاق وتعب العمل. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج التورس والعمل. انا شايفه ان هي سنه عمليه حلوه جدا، فيها ترقيه، فيها علو شان، فيها انتصارات، فيها مشاريع ناجحه، وخاصه النص الاولاني من السنه. يعني معظم مواليد برج التور هتاخد تايتل جديد، عندك ترقيه حلوه، هتحقق امنيه او هتحقق هدف عندك في الشغل او في الفلوس، كمان حلوه جدا جدا النص الثاني. انا شايفه يبقى انت من الابراج الاكثر حظا في المهنه. كمان الناس عندكم النص الاولاني ممكن مرتبك يزيد، والنص الثاني برضه يجي لك مصدر دخل جديد، فلوس مش متوقعه. النص الاولاني فيه بيع وشراء حلو جدا جدا، قراراتك المهنيه صائبه وقويه جدا جدا. بيبقى احنا اكتر الاوقات التي يجب ان نحذر منها زي ما قلنا شهر نوفمبر، من 22 اكتوبر 22 نوفمبر، بسبب معاكسه الشمس. الفترة دي دايما بتكون صعبة على مواليد برج التور، مش بس في عام 2024 بس غالبا في هذه الفترة. وكمان الاوقات اللي هيكون بلوتو في وضع معاكس، اللي هو غالبا هيكون نص التاني من شهر نوفمبر ونص التاني من شهر يونيو، وكمان شهر اغسطس. شهر اغسطس من الشهور الصعبة جدا، وشهر كمان اللي احنا قلنا نوفمبر. اوكي طيب في الفترة دي خلي بالكم ممكن بقى تبقى عندك تسرع، عندك تندنسي كده للخناقات مع شركائك، مع زملائك في العمل، مع يعني داخل في خلافات، صدمات، صراعات. الفترة المواجهة لكوكب بلوتو، راجعوا أي قرار بتاخدوه، بلاش تسرع، بل خليكوا أكثر هدوءا، أكثر صبرا. يعني إن في فترة، يعني أنا شايفة سوري من أول لحد 21 سبتمبر، كمان على فكرة لحد يوم واحد، لحد 1 سبتمبر، الفترة دي فترة معاكسة جدا جدا يا برج التور. العشرية كمان
العشريه الاولى من برج التور. خلي بالكم اخر شهرين في السنه برضو بتبقى شهر اللي هو شهر نوفمبر وديسمبر فتره مش سهله بالنسبه لكم. في الفتره دي بلاش تدخل في صدمات، بلاش تدخل في صراعات، خليكم اكثر هدوءا، خليكم اكثر صبرا، بلاش تسرع، بلاش العدائيه والهجوميه والكده يعني، وبلاش اخذ اي مغامرات ماليه ملهاش لازمه يا برج التور في الفتره دي. وبلاش دخول في صراعات مع اشخاص عندهم نفوذ، مديرينك في العمل، رؤساء في العمل، شخص اعلى منك في المنصب. الفتره الصعبه ولا فترات الصعبه اخر شهرين في السنه وشهر نوفمبر طبعا من 22 اكتوبر ل 22 نوفمبر، بعد كده برضو ديسمبر فتره صعبه خاصه على اول 10 ايام من برج التور. شايفه النص الثاني من شهر فبراير والنص الثاني من شهر يونيو وكمان شهر اغسطس يا جماعه برضو شهره خلي بالكم فيه كويس جدا جدا جدا. في الفترات اللي انا بقول عليها دي بلاش بيع وشراء، بلاش دخول في صراعات، خلي بالك على استثماراتك يا برج التورس. طيب انا شايفه كمان في اول 5 شهور في السنه الناس اللي بتشتغل بقى في المحاماه عندكم فرص حلوه جدا، الناس بتشتغل حاجه ليها علاقه سياسيا او ليها علاقه باقتصاد او ليها علاقه بتايتل عاليه برضو، شايفه ان هي فتره نجاحات، فتره تقدم، فتره علو شان. انا شايفه برج التورس من النهايه كده انت من اكتر الابراج المحظوظه سواء النص الاولاني او النص الثاني لمده عام كامل. استغل الحظوظ، اشتغل على نفسك، طور من نفسك، استثمر كل الفرص اللي هتجيلك، بلاش تسرع، بلاش تهور، راجع قراراتك كويس جدا جدا. زي ما قلت شهر يناير حلو جدا بالنسبه لكم، شهر مارس، شهر مايو من اشهر السبورتيف ليكو. نخلي بالنا من اول 22 اكتوبر ل 22 تاني كل شهر نوفمبر، شهر اغسطس، شهر كمان ديسمبر مش شهور البروميسنج. شهر مايو وعندكم ماضي عقود جديده، ممكن اتنقال العمل او ماضي عقد شراكات، شايفه علاقتك هتكون حلوه جدا جدا ببرج التور، ببرج السرطان وبرج الحوت وبرج الجدي وبرج التور زيك وكمان ببرج الاسد وببرج العقرب. اوكي اي لاف يو، بحبكم جدا جدا. قولوا لي يا برج التور بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وبليز تعملوا شير كتير للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من المتابعين. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز، برج الجدي، برج العقرب، برج العذراء، برج التور قلناه صح، برج الاسد، برج القوس. بحبكم جدا جدا. قولوا لي برج القوس هوز عام 2023 بالنسبه لكم، كل واحد يقول له امنيه نفسه يحققها او نفسه يوصلها ان شاء الله باذن الله. يا رب يجعل كل امنياتنا مستجابه، وزي ما قلنا تفائلوا بالخير تجدوه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، فاكتبوا نواياكم لعام 2023 24 اكتبوا نواياكم، اكتبوا امنياتكم، وركزوا في الحاجات اللي انتم عايزين توصلوها ان شاء الله باذن الله تقدروا توصلوا كل حاجه نفسكم فيها. ثانك يو، باي باي، مع السلامه، وشكرا كل الناس تسأل على الحساسية اللي عندي. شكرا، باي.